صباح الخير مجددا مشاهدينا. رح بلش اول شيء بوصفتنا برجر مانيا، موضوعنا اليوم وبكره مع شيف جاد خليل ولدان. اليوم البرجر رح تكون سجق برجر وغريك برجر. للسجق رح نبلش اول شيء بدنا سجق، مايونيز، كبيس المقته، وبدنا البرجر بانز او خبز الهامبرجر، بندوره، خس ايسبرغ، زيت زيتون، دبس الحصرم، ملح وبهار اسود. اما للجريك برجر رح ننتقل للجريك برجر، بلزمنا لحمه الهامبرجر، خبز اكيد الهامبرجر، جبنه الحلوم، بندوره، صنوبر وركة طازه خضراء. السبريد بهيدي البرجر دخل جبنه الفتا، سبانخ سوتي، كريم تشيز، وبندورة مجففة أو سان درايد توميتوز. رح ندوق سوا هالبرجرز الطيبين مع جاد بعد ويلدان يعني بتيستينج أكيد تقريبا على الساعة 12. هلا رح ناخد بريك، من بعدها رح تنضم لإلي رندا بي بالانس نحكي عن البيتا كاروتين، ومن بعدها بترجع بتلاقوني بإيكو مع مارك، موضوعنا هو الأساي بيريز. ضلكم معنا. برجر مانيا بالمطبخ اليوم وبكره، شو جد؟ كيف طلعت بهال فيستيفال البرجر اليوم وبكره؟ تمام، انت منيحه؟ تمام، كله منيح، كلنا بنحب البرجرز. صح، بنحب بغض النظر الواحد بده ينصح يضعف. صح صح. بس اليوم وبكره عاملين اربع انواع برجرز. ايه لاحظت اربع طن جداد، يعني الكومبينيشن ولا مره انعملت، فما رح تكون اليوجوال هامبرجر، مش الترندي برجر، الكاجوال برجر اللي بنعرفه. بنعرفها اليوم من نوعين هن شو؟ اليوم عاملين وحده جريك برجر وعاملين سجق برجر. واو، اوكي، يعني اخذين كونسبت السجق وحاطينه بقلب البرجر. انا هون مستبدلين اللحمه بسجق؟ مظبوط، او سجق. لا لا سجق، اوكي، بس اكيد بلا السكن من برا تبع السجق، البيست بس، اوكي، معمول بشكل لحمه البرجر اللي هي هيك. والله اوكي، والكومبينيشن بقلبها رح يكون فيها كمان الانجريدينتس اللي بيلبقوا مع السجق، اللي هو حاطين كبيس مقته، حاطين مايونيز، عاملين بقلبها سلاد بالشيري توميتو والايسبرغ بعصير الحصرم حلو وزيت زيتون. وعاملين كمان الجريك برجر كثير رح تكون هلا بتشوف السبريد تبعها، رح نعملها سبريد بالفتا، اوكي، بالسبانغ، بالدراي توميتو، بالكريم تشيز. هاي سبريد بكعبها، كعب الخبزه، ورح يكون بقلبها فيها اللحمه العادي تبع البرجر. مره عملنا حلقه برجر، هلا بنرجع عم نحكي عنها كيف عن عاملين اللحمه. ورح يكون بقلبها كمان في سلاد روكا، اوكي، فريش توميتو، فرايد باين ناتس، وحلوم. حلوم نشوي اخر شيء الحلوم ونحطه بقى. يامي، واو. وبكره كمان تقريبا اثنين برجرز كلهم جداد، يعني كمان غير انواع الناس بتعرفه. حلو، طيب رح نبلش. اول شيء رح نطبخ السبانخ، اوكي، نسقعه شوي لنرجع نعمل سبريد. بس نخلص سبريد نرجع بنبلش نحضر الجارنيتور تبع كل البرجرز، واخر شيء بنعمل له مونتاج بقلب الخبزه قبل التيستينج. مزبوط، ونعمل البرزنتيشن. اول شيء لكن رح ناخذ السبانخ، هذا سبانخ مسلوق. هلا رح نقلي اكيد مع ملح وبهار وزيت زيتون، نرجع نسقعه لنرجع نقدر نطحنه مع الجبنه. اوكي، صرنا نبرده قبل ما نشتغل فيه. هاي المكنه هون كمان بدنا نطحن فيها السبريد. اول شيء اللي رح نعمله هو ننطر دقيقه ليحمى بنقول عن رستات بكره كمان نحكي شوي عنهم، ولا بنتركها سربريز؟ بكره عاملين ليبانيز برجر، حاطين بقلبها كفته، حاطين بقلبها عاملين السبريد، رح يكون سلطه راهب. شو حلو، الباذنجان مع الفلفله مع البندوره مع البقدونس مع الزيت. ايه، وعاملين وحده كمان مقانق برجر. واو، كمان مقانق. نفس برنسيب اللحمه، اخذين لحمه المقانق بلا سكن، عاملينها برجر، ورح يكون بقلبها في حمص، في حمص وفيها صنوبر. يامي كمان، يعني اذا بتلاحظي الكومبينيشن والتوابل اكيد اللي بتعطي الكومبينيشن كلها، يعني الناس بتعرفها بس ما بتعرفها كبرجرز اكيد. حلو،
فهلا هن الزيت زينة عم نحط السبانية ما بدنا نقليهم كتير هو انا سلقهم جايبهم مسلوقين ومعصرين من المي اوكي رح دغري نحط لهم بهار ملح ما رح نحط تينا لانه السبريد فيها فتة ملحة هلا بس نطحن السبريد بنشوف اذا نقصها ملح من بنزيدنا هلا ديركت رح نشيلها مش اكثر من دقيقه نعملها سوتيه سوري هون تقريبا السبانخ انجع عم نقليه ما بدنا نقليه كثير ليضل محافظ على لونه الاخضر كل ما قليناه كل ما راح يغمق اللون منه اللي نحن بدنا اياه فهون لكان هون تقريبا ما بقى بدنا نقليه بس عطانيه طعمة الزيت المطبوخ بقلبه رح نشيله ديركت على الصحن ونحطه نسقه تقريبا 3 4 دقائق لانه بدنا نحطه مع الجبنه قبل ما نطحنها فتنستفيد من الوقت رح نحطها 5 minutes بالبراد للصحن هيك بسقهم هيك بسقوا اسرع لكن ادخلها فتة كريم تشيز رح السبريد رح يكون فيها فتة ودراي توميتوز ودراي توميتوز ورح نطحنهم تيصيروا سبريدبل التكستير تبعهم لندهنهم على الخبز okay. الخبز انا جايب معي خبز عادي خبز الهامبرجر خبز برجر ها فرجي المشاهدين دائما اهم شيء الخبز ينلف تا ما ينشف اكيد وهلا اخر شيء رح نعمل برزنتيشن بهيدا الجوت حلو عم تتخيلي اخر شيء شو رح يطلع معنا؟ أو كيوت يعني انا عم جرب اتخيل الطعمه عم بتخيل انا الاقبال عند الشباب هلا شو رح يصير ايه بيك تايم جايبين سته بس طيب جاوب خبرنا شوي عن اللحمه لحمه البرجر لحمه البرجر نحن عملنا حلقه عنها كمل هيك ما عملتها اليوم على الهواء رح نحكي شوي عنها لحمه البرجر انا هون حاطط لحمه باط البقر اللي هو تشاك بالانجليزي اسمه هي تقريبا احسن نوع لحمه لينعمل فيها برجر هون حاطط انا 10% زور بقر يعني دهن البقر يعني اخذ كيلو لحمه حاطط لهم 100 جرام زور هلا هون كميه الدهن حسب الشخص هو قديش فيه يطلع فيها قد ايه عمله فيه يطلع بس اذا زادت كميه الدهن كثير بقلبها بصير تفرط اللحمه كرمال هيك الماكسيموم 10% 15 لا الماكسيموم 20 20 ونزول قد ما واحد فينا ينزل لان اكثر من 20 بتصير كثير الدهن بقلبها بتفرط بس افضل مع شويه دهن ايه اكيد بتطلع كثير ناشفه بلدها اوكي فهون اخذين لحمه مع زور كيلو على 100 جرام طحنينهم مرتين على وجه المكنه الوسط اوكي وعمل لهم قليه بصل بزيت الزيتون والزبده ومسقعه حاططهم معها خلطها معها وملح وبهار والبصل أوكي. بس اطيب بيكون فيها بصل ايه اكيد طعمه وبصل مطبوخ مش بصل مطبوخ اكيد فاذا بتلاحظي دائما البرجر يعني ما بحب تكون عجينه البرجر فيها كثير في ناس بحطوا لها كاتشب في ناس بحطوا لها كعك ايه انا بحب حافظ على طعمة اللحمة اللي فيها أوكي. يعني كل ما كانت نوعية اللحمة نوعية عالية جايبينها ما بحاجة إنه نزيد لها طعميات لنعطيها هيدا بتكون الطعمة اللي بدنا إياها بقلبها هيدي اللي حندخلها بال هيدي بالجريك اوكي سو بلين لحمة اللحمة بلين الثانية هون آخذ سجق بالأحرى شاري سجق ايه بس اشتريتهم ديركت بيست اوكي ما اشتريتهم بقلب ال فينا نشتريهم هيك؟ بينشروا بس أوكي. من مش من السوبر ماركت اكيد مطرح محل اختصاصي يعني السجق ايه وحطيتهم على البريس برجر وعملهم بهالشكل سو ما في الحاجه انه نزيد لهم شيء لا 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 تتكمش كذا ابدا 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 هي التكستير تبعها بيكون كامش واو ريحتها شعبيه كيف ريحتها؟ هيدي بعد ما فتحناها يا ويلي اوكي هاللحمة حكينا عنها والسجق حكينا عنه خلينا نبلش بال هات لنبلش بالسبريد يكون سقع شوي السبريد نرجع بنحطه اخر شيء شو رح نحط فيها البندوره نحط البندوره المنشفه نحطهم كلهم رح نعمهم شوي مزبوط والفته الفتة أكثر من الكريم تشيز بدها تكون؟ إيه لا لأنه قوية كثير بتطلع طعمتها كثير فتة
اوكي هلا رح نزيد هزيد شوية فتة عليهم تقريبا نص هالشقفة هيك نص هاي بعد والكريم تشيز هاي بضل ناقصها سبانخ سبانخ يلا ننطر دقيقة بعد نكون طحنا هون تحتها هلا تذوقي ملا طعمها رح تطلع تقيلة واو صار لنا سبانخ بعد اطيب صح صار لنا هون احمر وابيض وهلا علم لبنان ازرق ما في ازرق شو حلو لونه برضو؟ هون لك رح نحط يلا هيدي البيست كثير نستعملها بغير كثير نستعملها بكثير اشياء مزبوط ساندويتشز بكذا شغله مع الدجاج بحسها طيبة كثير نستعملها بكولد ساندويتشز مع تركي مع هام مع روتي مع روتي ما بدها بها هلا رح ندوق حطينا بها بالسبانخ مزبوط وملح ما حطينا لندوق هلا لنشوف كميه الملح بالفتة خلاص يو ثينك ايه شو حلو شكلها ننزلها هيك يعني طالع مزبوط جريك طالع قصة كبيرة بقية شو طيبة؟ حتى ملح بدها؟ ما بدها أبدا لأنه هلا رح يجي الكومبينيشن كلها مع بعضها شو؟ واو قصة طالع طيب خلينا نفضيها كثير طيبة جد عم تلاحظي لونها هي طيبة كدب كمان صح فيها تكون دب لبيكت بوتيتو بنزيد لها شوية كريم لتصير شوي سبريدبل أكثر شوية فريش كريم واو هي قد ايه بتضاين بالبراد؟ هي بتضاين ضاين مينيموم اربع خمس ايام اذا كانت حراره البراد ايه مضبوطه ومش كثير عليه تفتيح وتغليق للبراد لان كل ما بقلبه كل ما تغيرت الحراره على الاكل كل ما بيعملوا بيفتحوا الباب بدهم واقفين هيك بدك تفكي لهم اللمبه فيه اوكي يعني شكلها شفتوا شكلها جايز؟ عمال شو رزق رح تذوق معنا اليوم انا حاسه طيب خلينا نشيل هول اللي اشتغلنا فيهم واللي ما بقى عايزينهم هلا اللي رح اعمله انا رح احط رح شيل اللحم يحطها على الجريل اليوم رح اشويها بالفرن بالفرن المشاهدين فيهم يشويها بالفرن شوفها لانه رح تعملنا مشكله هون بالقلي الريحه أنا بتفوت ناجعة وتعيط علينا خاصة السجق السجق بتعمل مصيبة مش مشكلة هلا هن على الأكيد على الفحم أطيب أكيد إيه شوي دائما الأفضل البرجر تنعمل على الفحم إيه بس إنه واحد ببيته مش بيقدر إحنا عملون هيك يعني يا بالفرن يا بالمقلية يا بالمقلية أكيد نزيحهم هيك كم جرام البرجر مفروض هلا هون انا عاملها 150 كبيره هاي بتنعد هاي تعتبر ميديوم في مطارح بيعملوها 200 اصلا هلا بالامريكان ستايل برجر بيعطوك تشويس يا بالاوزان شايف الابيض الدهن هذا ال 10% اللي عم نحكي عنه شفته شفته بدنا نغض النظر عليه اليوم اوكي هون لكين مش رح نفوتهم سجق عادي سجق ولحم العادي البقر رح نتركها هون هلا لكين اللي رح نعمله رح نبلش نحضر الجرنيتور اللي بدنا نحطهم بالبرجرز رح نبلش هلا لكين بال
هون ما بدها شيء، بدها بس اخر شيء بالمونتاج بنحط لها شويه زيت وبنحطها بقلبها. اوكي، رح نقطع البندوره ورح نقطع الحلوم حتى نشويهم، كمان اخر شيء بنشويهم تضلوا سخنين ما يرجعوا نشوي. هون بدنا نقليهم بالمقليه ونحط الحلوم. مزبوط. والبندوره بندوره لا نيه، لا نيه. اوكي، اللي هي بهالشكل هيك. كمان اذا بتلاحظي هونيك ما حطينا ملح، ليش؟ لانه هون في عندنا ملح بالحلوم. كمان لما نشوي الحلوم بدنا نشويه على نار عاليه، بده ينشوى على نار وسط، لانه اذا على نار عاليه بياخذ كوش من برا اللون المطلوب. إيه؟ بضل قلبه منه ما داب يعني. اوكي، ف اهم شيء بالريسيبيز للمشاهدين بس يشتغلوها ببيوتهم، يعملوا حساب كل الانجريدينز اللي بحطوهم بالاكله قبل. أوكي. ما ياخذوا يعني ما يحطوا ملح هون وملح هون. إيه؟ وملح هون، لان هلا لو اعطيناها الملح المطلوب وهون ما حسبنا حساب اللي هون، تطلع كل الكومبينيشن ملحة كرمال هيك. هون حلوم خلصنا، رح نشيل الجاط الفاضي، رح نرجع نقطع البندورة هيك حتى وقت ما بدنا نعملهم يكونوا جاهزين. هول كمان بكفونا، كان عامل شقفة بعد لأنه رح نعملهم كلهم. نرجع نقطع اخر شيء. نحن كم برجر في سته؟ رح نعمل ثلاثة من كل نوع. اوكي، هم بكفوا صاروا. اوكي، لكن هاي البرجر غراضها خالصين. رح نبلش نحضر تبع السجق. هلا رح نعمل السبريد تبعها اللي هو مايونيز وكبس. اوكي، رح نفرم الكبس بقلبه بهالشكل. المقتي كتير طيب مع السجق. فهون السبريد رح تكون مش كتير مايونيز. أوكي. برسنتج على المقتي رح يكونوا تقريبا مقتيات رهين يعني 100%. ما رح تطلع كلها مايونيز يعني. أوكي. طيب هيك أحيان حتى بعد شي اثنين. إذا بتلاحظي عم نقي اشياء نعملها منا صعبة بنفس الوقت ما حدا مفكر فيها يعني ككومبينيشن مع بعضهم، ما بدنا كتير نصعب على المشاهدين بالانجريدينز وبال أكيد. إيه، هون رح نعمل شقفة وحدة بعد. طيب بدنا نوصل لنتيجة طيبة يعني. إيه لا أكيد نتيجة طيبة وما يستصعبوها يعني. إيه يقولوا عويصة عويصة بليها متفرج بس. فهون خلصنا. هلا ناخذ بول اوكي، رح نحط الكبيس هيك. هون لكان هيدي بدها تجي بكعب، هيدي بدها تجي بكعب الخبزه تبع السجق. برجر مسح له حرفه. لكن مايونيز ما رح نعوزه بقى، رح نشيله ونحطه هون. وهون هي خلصت. خلينا نعمل السلطه تبع السجق. اوكي، ونرجع نبلش نعمل مونتاج الخبز. رح نحط لها ايسبرغ وتشيري توميتوز. صح، نعملهم بهذا البول او ديركت نعملهم بصحن. يعني بدهم يكونوا مقصوصين جد؟ بدهم يكونوا مقصوصين مزبوط مع بعضهم بهالشكل. هلا رح نشتغلهم دغري بالصحن. رح ناخذ الايسبرغ نكسره تكسير. هو هي السلاد رح نحط لها زيت زيتون وعصير دبس الحصرون. أوكي. اكيد ملح وبهار. رح اخذهم اعملهم هيك شردت بالايد. ايه لانه بدهم يصيعوا بالنهايه جوا. مزبوط، ما بدنا نكبرهم كثير. المونتاج
بنعمله بعد ال التيستينج او لا بنحط كل شيء ما عدا اللحمه قبل هلا رح نعملهم وبالتيستينج دغري بنحط اللحمه وصح تكون شايلينها من الفرن فعم نكسرهم هيك تكسير انت ضد انه الواحد يقدم همبرجر يدخلها كاتشب اوريدي؟ كاتشب لحاله ايه هلا في يكون ضمن سبريد معين يعني ما يكون بيور كاتشب ما يكون بيور كاتشب يعني فينا نعمل كذا سبريد فيكم كاتشب بقلبه اوكي بس انه لانه كثير طعمه الكاتشب في كثير اسيد في كثير سكر ما بنقعد نبين شيء بالبرجر اذا بدنا نحطه لحاله عم بحكي فبنحطه بقلب سبريد نحن بنعمل الكنترول على الطعمه قديش بدنا اياها تكون قويه احسن هون تقريبا نعمل شقفة وحدة صغيرة بكفوا هول يمكن بكفوا بزيادة كمان خلص هون الايسبرغ خلصنا كمان رح نشيلها بعد بدها السلاد شيري توميتوز وبنكون خلصنا كمان رح نقصهم هيك ما رح نخلطها هلا بال هلا على التيستينج اكيد بدنا نقص البرجر بدنا نقصهم كلهم نص وربع مزبوط هلا كلهم رح نخلطهم بس مش هلا حتى ما تدبل الخسي اوكي الصنوبر رح ندخله الصنوبر رح نرشه بالجريك او بالجريك رح نرشه هيك على وجهها تحتها بس نكون عم ناكلها يعني يكون في حبوب صنوبر بقلبها مبينين اوكي سو للجريك لكن رح نبلش اول شيء بالسبريد هلا دغري رح نشتغل رح نحط سبريد اوكي من عمايله الخبزه تحت. من فوق ومن تحت لحتى من ميلتين تطلع ايه اكيد تحت تطلع جوسي تطلع جوسي اهم شيء بكل شيء ساندويتشز بكل شيء برجرز هو سبريد كل ما كان طعمته طيبه وكل ما كان كميته مزبوطه بتطلع البرجر منها ناشفه لكن هون السلاد خلصت وهون السلاد خالص اغراض الجريك خالص خلينا نبلش فيهم دغري هيك لنفرج المشاهدين شو رح نعمل رح ناخذ هيدا كمان فرد مره هيدا شو هيدا بيجي مع هيدا الجات وين ما هيدا راح هيدا رفيقه ايه خيو اوكي هنقصهم هيك نفتحهم المقصوصين شوي شو تينا حبيت الفكره اليوم؟ كثير انه ايه الواحد هيك بيظهر شوي عن بيغير شوي عن الاشياء اللي القصص اللي معودين عليها السوجو برجر فينا نثلجها كمان؟ ايه اكيد بالفريزر صح في ناس بيستهونوا انه يحطوا لحمه همبرجر بالفريزر ايه حتى فيها الكومبينيشن كلها يعني حتى اللحمه او الدجاج او هذا تتحضر بالبورسيون المطلوبه بتنحط بالفريزر بتنشال قبل بنهار يعني على البراد وبتنشغل لكن هون رح نعمل هون اثنين وهون اثنين رح نعمل هلا نبلش بالسبريد سبريد هون رح ندهنه هيك بالسكين بهالطريقه هذا الكعب لكنه هون الكعب رح نحط على الكعب مثل ما قلنا وعلى ميلة البارتي الفوقانية كمان هلا هاي شو رح نعمل فيها رح نفوتها شي دقيقة على الفرن الخبزة والسبريد كرميل فيها الجبنة بقلبها تحت تطلع وور ما تطلع مسقعة اوكي نايس بعد وحدة والوجه كمان ايه والوجه كمان شوي صغيرة لما تطلع ناشفة اوكي هول الكعب لكن خلصنا رح ناخذ ثلاثة البارتي الفوقانية فينا نفوتهم مع اللحمة بنفس الوقت؟ لا اللحمة ايه بدهم انجا دقيقة هول بس لحتى بالاخر بنحطهم مزبوط
إذا عم تلاحظي من فوق ما مكتر قد ما هيدا، لكن عملنا كعب وج كعب وج هذا الوج وكعب وهذا الوج. اوكي روقوا يا شباب، بلش الاوردرز. اوكي هلا شو عنا؟ رح نبلش. مين الجو؟ مين الجو؟ جوزيف. لكن هلا رح نعمل تاني هي الكعبة. هيدي صرنا بالسجق كعب. مزبوط. ايه بس الخبزة الكعب بس تحت رح نحط؟ لا رح نحط تحت وفوق. اه كمان تحت كتير وفوق لأنه مايونيز فيها بتطلع. اوكي بيقتلوا بشهوة عم بيقولوا لنا تحت بالغنى. طيب شو بعد عنا يا ستينا؟ والله انا ترجع لي انا باكلها هيك هي. ما بدي اللحمه. السبريد لحالها تبعت ال اوكي هلا لكن عنا بعد عنا شغله وحده نسينا نحن الحلوم. هلا حنحطها على النار نبلش نشويها. ما بقى عنا غير الحلوم واللحمه. اوكي هلا الحلوم فينا ندخلها سخنه كمان نو على الساندويتش؟ ايه ما نحن رح كيف سخنه؟ ما هلا عم هي لا تطلع سخنه. ايه انه مش ضروري نبردها يعني. ايه لا لا ما هي سخنه هو الاساس انه تنحط سخنه على الهيدا. يلا بدك انا بضيف هيك هون لكن برجرز هون بدنا نحط شويه زيت زيتون بالمقليه. هات لنشيل الاشياء اللي اشتغلنا فيها تنشتغل المونتاج نكون مرتاحين فيه. هاي خلاص هاي خلاص. الفرن قد ايه عم نحميه؟ الفرن يعني تقريبا اكثر من الوسط بشوي حسب الفرن. بيحمر شوي لانه اللحمه رقيقه ما انا كثير سميكه. قد ايه بدها وقت تقريبا؟ بدها تاخذ 4-5 دقائق ماكسيموم بالفرن. بس؟ والله شو يعني الاستوى تبعها شو؟ إيه الاستوى نحن فينا نتحكم فيه اذا اللحمه طازه اساس انه ما نسطوي كثير اللحمه بتصير ناشفه وبتصير تعلق. اوكي هلا بالمحلات اذا تلاحظي برا كلهم بيعطوك اياها فيري ويل دان. يس و كنت بدي اسالك اللحمه بنقلبها او ما في لزوم تنقلبها؟ بالفرن لا بالفرن ما في لا لانه الحراره عم تبرم يعني مروحه بالهيدا. فهون نحن بعد عنا بس قلنا الحلوم رح نبلش فيها ورح نفوت هلا قديش وقت معنا وقت قد ايه وقت شباب؟ نطبخ هلا 1 minute and a half. اوكي رح نفوت هلا البرجر لكن لاحظت انه حطيته على مصبع. ايه لانه بده ينزل بده ينزل ليكيد سوري بده ينزل ليكيد من اللحمه اها تحت ما تنزل تضل عليها الليكيد تنزل اوكي بتشر نزول. هون لكن رح نبلش ديركت بالحلوم تكون خلصت اللحمه نرجع بنحط اللحمه والسجق على الخبز نرجع بنحط السلاد والبندوره عرفتي كيف. اوكي رح نخفف شوي. هل قد على بالكم ذوقوا البرجرز؟ لا ولا طب طلعوا ذوقوا معنا ليش؟ ليه نحن بنحب نستقبل الضيوف عنا بالاستديو. اوكي هون لكن نحن دقيقة على كل ميلة، دقيقة ونص دقيقة على كل ميلة، قد ايه عنا وقت؟ دقيقة طب وبنكون خلصنا. اوعى هلا لكن بال بالتيستي بدها فريت القصة يا جاد بدها فريت وبدها بيبسي وبدها صح خاصة مع السجق يا ويلي يا ويلي يا ويلي. سجق برجرز وجريك برجرز على ويلدون اليوم. فيكم ترجعوا تحضروا الفقرة كلها خاصة إذا حابين تعرفوا كيف عملنا هالسبريد اللي بيشهي على الفيسبوك بيج MTV Alive. خلصت دقيقة قلبناهم رح نرجع نلتقى معكم مشاهدينا بالتيستينج
رح ناخذ بريك ومنكفي أمل. يعني اللي عم نشوفه جاد ما بعرف شو بدي اقول لك. هاي جاد ناديا بشو ملتهي؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. شغل انا بزي بزنس وومن. وقت الغداء هلا. وقت الغداء ضب صح. حبيت كيف البسطرمه برجر سجق سجق سوري صارت حمراء. ايه اكيد السجق بس ينشوى هيك بصير من البهارات يمكن ما هيك من البهارات وفي رب وفي رب في حر كمان انا صح وهي الحلومه شو بدك تعمل فيها؟ هي الحلومه ها يا اجرام منيح سالتك هيدي على الجريك برجر يامي يامي وركا وبندوره والسبريد اللي دخل له فتا والسبانغ وكريم تشيز وسان درايد توميتوز وهلا رشه صنوبر ويلا لازم تعملي بويز اوفر دي من هون هون بلزقوا كمان حلو يا طب جاهي انا حدوق هاي اي نقي ولا بدنا ندوق اثنين؟ من اثنين فيك تنقي بدنا ندوق من اثنين نحن ندوق من هاي بس مش كلها لقمه بلقمه لا رح نقص هلا اوكي لقمه بلقمه برافو تينا هيدي خلص هيدا سرك تينا هون خلص لقمه بلقمه يا ريت فينا نكتفي بلقمه هلا رح نحطهم مكانهم نقصهم تنبلش ندوق هون مثل ما قلنا السلاد حطيناه لزيت زيتون و دبس الحصرم دبس الحصرم تينا بلشت تدوق قبل ندوق صنوبر واو خليت شوية خس بعد تطلع ناشفه حلو فيكم تسمعوا ميوزيك انتم عم تشتغلوا نحن ما فينا عشان هيك بتجي لعنا لاجل بتموهي تو ريلاكس وهوني كمان احلى شيء الواحد يطبخ ويكون في ميوزيك كل مطبخ ايه عن جد بيتغير الوضع يعني بتصيري بتتفنني اكثر بتصيري تستمتع اكثر بالشغل بتصيري تذوقي اكثر شو نبلش نقص؟ بدنا نقص منهم حسب انتم شو المطلوب؟ لا انا بدي ربع فينا ما نقص كمان لا ما فينا خاصة على الهواء بدنا نعمل سمباتيك ربع ربع تنقص ربع؟ هلا تحت الهواء بيتغير الوضع نكبسها شوي تحت تنقص معنا ايه كبسها انا اللحمة ما ستويتها كثير قصدًا؟ ايه لتضل شوي برمى شوي هيك جوسي على الكاميرا جد بيوتيفول عنده فنان جاد فن الطبخ وفن التعذيب بقصهم شوي شوي تورتشير طيب بندوق دغري من هاي يلا هذا حكي من الاول هيك بس بعد ايه لا رح قص بالنص بعد لا معلش زحفت هلا بنرجع انا قبلانين انا بدي كله مقبول شقفه من ثاني وحده لا انا حدوق بس هاي اوكي مالك اصحاب مع السجق؟ ما لا بس تاكلي؟ ايه بلا بحب السجق بس حتى ما اكون يعني تغديت بس هيك بده ياكلها واحد شيف سميكه قويه هي اللحمه طيبه أيوة. سميكه هيك لما تطلع كثير دراي تينا بقص لك سجق ولا ايه قص سجق هلا ناكلها بعد شوي شو ناديا شو طلع؟ طلع دكتور هاللقمه شو طلع؟ دكتور شاهين عم يتفرج علينا عم ناكل مضره هاي بالصحه ايه؟ هي بيقول لي ايه حاكلها من هيك حاكلها واو شو تي يعني لحالها نصها قتلي انه بس اذا حلومه وبازيليك وبندوره طيبه واذا ما ابينار عاملين فيها ابينار يمي الكومبينيشن كثير طيبه
تعملت شعلات يعني. الرقة تري بون. الرقة طيبة. سبانخ عم بيقول لي. وفي رقة. في رقة فريش وبال. لا سبانخ بالسبريد. اوكي. هي خضرة رقة. أنا استغربت لما قال سبانخ قلت هون غلبت ولا أنا مش عارفة تعمل تمي. رقة. شو السوجوك؟ لازم تذوقيها. طيبة كثير. طيبة كثير. I can imagine. بس رح آخذ راحتي أوف إير. ناديا بدك تضبط الوضع تتكفي بريئة ما في ولا بريئة جاد بكرة لكنا كمان two, بكرة two more burgers صح كمان مختلفين كمان برجرز جدا بكرة عاملين ليبانيز برجر وعاملين مقانق برجر ماجن بمال لا بكرة لكن تري تري بوم ثانك يو جاد مشاهدينا تكفوا الايف مع ناديا وواز وملاقي انا بشوفكم نهار الخميس الصباح باي باي. And say